السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم طلاب. طلاب بعدنا نحل بكتاب النشاط، وصلنا صفحة 58. طلاب طبعا من صفحة 58 راح يبدأ اليونت الرابع، واليونت الرابع عبارة عن مراجعة، فبي تمارين مهمة وتمارين مو مهمة. المو مهم راح فقط احله وترجم على السريع، والمهم لا اشرح لكم اياه. بسم الله. يونت 4 لسن 1 listening. نمبر 1 Read the two questions. اقرأ السؤالين. Listen to announcement and answer them. واستمع إلى الإعلانات وأجب عليهم. طلاب طبعا سؤال مو مهم. ال A جواب مالته جيني جرين، واحدة اسمها جيني جرين. ال B eight years old، عمره 8 سنوات. هاي نمبر 1. نمبر 2 أيضا أكو هيدفون، سماعات، راح أقول فقط الجواب وترجمته. الA سترايت يعني سرح، الB بلاك يعني أسود، الC براون يعني بني، الD بلو يعني أزرق، الE وايت يعني أبيض، الF بلاك يعني أسود، والG بلاك يعني أسود. واضح طلاب؟ ما بي أي شيء، أي شيء هيدفون ما يجيكم بالامتحان، ممنوع. نمبر 3 listen to the advertisement and answer the questions. استمع إلى الإعلانات وأجب على الأسئلة. سؤال الأول What is the name of the car؟ ما هو اسم السيارة اللي بالإعلان؟ الجواب The name of the car، اسم السيارة Panther 4.5. B How much is it؟ إيش قص سعرها؟ The price of the car، سعر السيارة is 15 مليون عراقي دينار، سعرها 15 مليون دينار عراقي. C What does it do to the letter؟ ايش قد تمشي باللتر مال البنزين؟ It does 14 كيلومترز to the letter، تمشي 14 كيلومتر باللتر البنزين. D How many seats does it have؟ كم عدد المقاعد اللي بالسيارة؟ الجواب It has 6 seats، فيها 6 كراسي 6 مقاعد. طلاب طبعا هذا عود سؤال شنو مثل سيارة البانثر، تمام؟ يعني نفس الأسئلة بس غير إعلان. نمبر 4 ال A electric windows، نوافذ كهربائية. ال B electric seats، مقاعد كهربائية. ال C sunroof، فتحة سقف يعني بانوراما. ال E bluetooth connection، bluetooth. ال G DVD player يعني مشغل أغاني يعني شاشة لمس. واضح طلاب؟ هذا الصفحة كل شيء ما بيه. نروح على صفحة 59. نمبر 1 ما بيه شيء، نجي هنا أو هو نفس الشيء على قصة حياة إبراهيم. إبراهيم's life story، قصة حياة إبراهيم. طلاب القصة باختصار يقول إبراهيم كان عايش في قرية صغيرة في جنوب العراق. أوكي؟ أبوه جاء شغل ببغداد، فإبراهيم حول شغله من الجنوب لمن؟ البغداد. ابراهيم كان مهتم بالحيوانات، تمام؟ بالمدرسة تعلم على شخص اسمه بيري، هذا بيري حاول يعلم ابراهيم اللغة الفرنسية. اوكي؟ يقول لك ابراهيم جد عمره حول البغداد، كان عمره 16 سنة، فبالاسئلة جابوه 17. طبعا هذا اكثر شيء يجي تروفوس، واكو بعض الاسئلة عليه. هم بكتاب النشاط خالينا شنو؟ التروفوس فقط. بينما اذا تكتب باليوتيوب قصة حياة إبراهيم أنا شارحها كاملة، أسئلة وأجوبة وتروفوس. نروح ناخذ الأسئلة العالية، طبعا 5 نقاط قولهن لو ترو لو فوس. أي إبراهيم was not interested in animals until he went to school. إبراهيم لم يكن مهتم في الحيوانات حتى دخل المدرسة. الجواب فوس، هو قبل المدرسة كان مهتم بالحيوانات. البي He found out about animals from television. إبراهيم اكتشف، عرف على الحيوانات عن طريق التلفزيون، التلفاز. الجواب فولس، لأن عن طريق الكتب. سي He moved to Baghdad when he was 17. انتقل إبراهيم إلى بغداد عندما كان عمره 17 سنة. الجواب فولس، لأن عمره 16. الدي بيري هيلبد ابراهيم ليرن فرنش، ساعد بير ابراهيم على تعلم اللغة الفرنسية. الجواب ترو. الاي
إبراهيم روت يونيفرسيتي، كتب إبراهيم كتاب في الجامعة، الجواب فورس. نروح طلاب صفحة 60. لسن 3 الدرس الثالث speaking تحدث. complete the conversation أكمل المحادثات with the phrases in the box مع العبارات الموجودة بالصندوق. طلاب طبعا هذا الموضوع ممنوع يجيك بالامتحان، فقط راح أقرأ لك الحل. الA what did you say ماذا قلت. هنا الA I didn't get that لم أحصل عليه يعني ما استلمت الرسالة. الB what was that ماذا كان هذا. لا طبعا هذا ما بي اي شيء تمام، فقط حلو هذا هو. نمبر 2 ما بي شيء، نمبر 3 ما بي اي شيء حل. نروح على لسن 4 الدرس الرابع رايتنج اكتب. طلاب طبعا هنا انا جاي يقول لك اكتب يعني عن حياتك، اوكي هذا فوق ما بي شيء. نجي على جوه يقول لك هنا لازم تكتب انشاء، هذا انشاء اليونت الرابع اجي 2024 بالدور الاول. اكتب انشاء عن حياتك، هذا انشاء طبعا مهم. my life حياتي. I was born in Basra انا ولدت في البصرة. تقدرون تكتبون بداية البصرة تكتبون كوت، نجف، بغداد، موصل الى اخره. عراق انا ولدت في البصرة عراق in 2006 في 2006 نقطة. I live with my parents انا اعيش مع والدي and my brother ومع اخي. When I was 6 years old عندما كنت في السادسة من عمري I joined the primary school التحقت في المدرسة الابتدائية. I was excited أنا كنت متحمس to be pupil أنا كنت متحمس لكوني سأكون تلميذ. In intermediate school في المدرسة المتوسطة I got lots of friends كان لدي الكثير من الأصدقاء. And they were really helpful وهم حقا متعاونين. So I felt so happy لذلك كنت أشعر بسعادة. I like أنا أحب English درس الإنجليزي and maths والرياضيات. شلون أنت طلاب جاي تسمعوني تحبون إنجليزي ورياضيات تأكداني. My hobbies هواياتي are reading هوايات القراءة مثلكم طبعا بالضبط. And playing football ولعب كرة القدم. I am working hard أنا أدرس بجد. Because I'd like to be a doctor لأني أريد أن أصبح طبيب. طلاب لهنا نتوقف ونتقلكم المحاضرة الجاية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.